السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم. التقاضي عن بعد أو التقاضي الذكي أو التقاضي عبر الفيديو، ولما لا المحكمة الرقمية، هي كلها أسماء تختلف ولكن الهدف يبقى واحدا، ألا وهو تقصير رحلة المتقاضين عن طريق نظام قضائي رقمي جديد. فبالرغم من منتقده وكذلك ولادته العسيرة، إلا أن الحاجة والأزمات واجتياح الأوبئة تساند وبقوة في بروز نظام قضائي رقمي جديد الذي يؤمن خط آمن للأطراف من جهة، ومن جهة أخرى يتبنى نظام لا مادية إجراءات التقاضي. رقمنة العدالة هي شعلة مضيئة لميلاد نظام قضائي رقمي جديد لن يرى النور إلا عن طريق مجموعة من المقاربات التشاركية بين جميع الفاعلين والمهتمين بالشؤون القانونية والقضائية ببلادنا، إلى جانب توجيه رسالة إلى جميع المهتمين بالعدالة والقانون. تقدم طلبة كلية الحقوق بتطوان بمعية الأستاذ عبد الإله محبوب، وهو أستاذ قانون خاص في نفس الكلية وهو صاحب هذه الفكرة، والأستاذ شريف غيام أستاذ زائر بكلية الحقوق بتطوان ومستشار لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤطر ومخرج هذه المحاكمة الرقمية عن بعد وصاحب تساؤل المحكمة الرقمية، مع الإشارة إلى أن هذا العمل تم السهر عليه من قبل شهر رمضان المبارك بتجسيد محاكمة رقمية عن بعد بهدف تسجيل الجامعة المغربية بمساهمة ولو بالجزء اليسير بما قد يخدم وطننا الحبيب، إلى جانب توجيه رسالة إلى جميع المهتمين بالعدالة والقانون. اختير لموضوع المحاكمة الرقمية عن بعد ملف قضية يتعلق بالأحداث التي قد نعيشها في هذه الظرفية الاستثنائية، ألا وهي اعتداء زوج على زوجته وخرقه لقانون الطوارئ الصحية. أترككم مع أبطال هذه المحاكمة الرقمية التي جمعتنا فيها كلية واحدة ولكن فرقتنا ظروف حالة الطوارئ الصحية، دائما تحت شعار ابقوا في منازلكم. المحاكمة الرقمية الافتراضية تقدم لكم جلسة المحاكمة الرقمية الافتراضية من أداء وتشخيص طلبة كلية الحقوق بتطوان. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نفتتح جلسة المحاكمة الرقمية. ملف جنحي تلبسي عدد 12/2020. أحضر المتهم أمام الدعامة الرقمية في حالة اعتقال، وحضر لمؤازرته دفاعه الأستاذ أنس حجي محامي بهيئة المحامين بالناظور. حضرت المشتكية ودفاعها الذي سبق أن التمس اعتبار المنوب عنها طرفا مدنيا بموجب السك الإلكتروني عدد 16/20 الظاهر على الشاشة الرقمية، وقد تم تادية الصائر الجوزافي عبر نفسي المنصة. وبعد التأكد من هوية المتهم التي جاءت مطابقة لما ضمن بمحاضر الضابطة القضائية، أعطيت الكلمة للمشتكية بغرض الاستماع إليها. علي مسلواني، شنو العلاقة ديالكم بالمسمى مراد الخالدي وشنو وقع لك معه؟ ديما كيضربني تعدى عليا، هاد المرة عطاني قتلة، قال لك ضيعت له الورقة، وأنا غي أمي يا ما كنعرف من اللي في ملبة. واصلا هي كتستونا الشعر يخرج كثير، يخرج يجي من المرض، عيط فيها سيدي ما تخرجش على كورونا. ويضربني بمقلعة تحت كوبا، انا مزاوقة في كوبا سيدي، لما تلقاولي شي حل مع هذا الراجل راني عيت واتقهرت. مراد الخالدي، انت متابع من طرف السيد وكيل الملك بجنحة خرق حالة الطوارئ الصحية والعنف ضد الزوجة طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 22/292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، والمادة 404 من مجموعة القانون الجنائي المتممة بمقتضى القانون 113 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. شنو كتقول حول المنسوب ليك؟ كنقول سيدي بلي هادشي ما كاينش. حليمة السلواني الزوجة ديالي يا سيدي، ما ضربتهاش، ما عمرني ما ضربتها. ديك الورقة سيدي كنت درتها ولكن الزوجة ديالي قطعتها، كنت مضطر نخرج باش نتفادى المشاكل مع الزوجة ديالي، هادشي اللي كاين يا سيدي. ووجه المتهم بتصريحاته المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية فنفاها جملة وتفصيلا،
وبعد أن التمس الأطراف اعتبار القضية جاهزة أعطيت الكلمة لدفاع المطالب بالحق المدني. تفضلوا. سيد الرئيس، السيد ممثل الحق العام، كما هو ثابت من وقائع القضية المعروضة عليكم، فإن موكلتي السيدة حليمة سلواني قد تعرضت لاعتداء شنيع من طرف زوجها الماثل أمامكم بتقنية الاتصال المرئي، ما ألحق بذلك أضرار جسدية متفاوتة الخطورة، أقعدتها الفراش لأيام طوال 28 يوماً، وهذا ما أثبتته الشهادة الطبية المسلمة من قبل الطبيب المختص. مع أن الماثل أمامكم سيد الرئيس متجبر، تم ضبطه وهو في حالة مخالفة لقانون الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا في هذه الظرفية العصيبة، فكيف لمن لا ينضبط أمام أوامر السلطة العامة وغير آبه لما قد ينتج عن سلوكه من مخاطر على الصحة العامة وعلى صحته على وجه الخصوص، أن يأبها لزوجة ذنبها الوحيد أنها وثقت فيه لبناء أسرة مستقرة برعاية الزوجين؟ فالمتابعة المسطرة في حقه سيد الرئيس مبنية على أساس سليم، والتهم المنسوبة إليه ثابتة في حقه، حيث إن الفعل المرتكب من قبل المتهم وحجم الضرر الذي تعرضت له المنوب عنها تجمع بينهما علاقة سببية واضحة، مما يجعلنا نتمسك أكثر بحقنا إلى جانب النيابة العامة. لذلك لا يسعني سيد الرئيس إلا أن ألتمس من جنابكم الموقر التصريح في الدعوة العمومية بإدانة المتهم من أجل ما ضمن بسك الاتهام من متابعة، والحكم عليه بأقصى ما ورد في ملتمسات السيد وكيل الملك، وفي الدعوة المدنية التابعة سيد الرئيس في الشكل بقبول الدعوة شكلا بعدما تتأكدوا من سكينة المؤدى عنها بالمنصة الإلكترونية بموجب مراجعه التي سبق أن أسلفنا ذكرها. وفي الموضوع سيد الرئيس، بعد اعتبارنا طرفا مدنيا الحكم لفائدة موكلتي السيدة حليمة السلواني بتعويض مدني قدره 50,000 درهم مع تحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد أمد الإكراه البدني في الأقصى، ولمحكمتكم الموقرة واسع النظر. أعطيت الكلمة للسيد ممثل النيابة العامة. تفضلوا. سيدي الرئيس، إن النيابة العامة على يقين تام من إلمامكم الشامل بكل ما جاء بملف القضية، ولكن أذنوا لنا في مرافعتنا هذه إدلاء لما بين ثنايا السطور وقياما بواجبنا وأداء للأمانة التي كلفنا بتأديتها. اليوم نرافع باسم الحق العام في قضية يتابع فيها المعني بالأمر مراد الخالدي من أجل جنحة خرق حالة الطوارئ الصحية بمقتضى المادة 4 من القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ، وكذلك من أجل جنحة الاعتداء ضد الزوجة بمقتضى المادة 404 من قانون المسطرة الجنائية والمتممة بموجب القانون 133 والمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. سيدي الرئيس، لا يخفى على جنابكم من خلال وثائق الملف أن المتهم قد أتى أفعالا مجرمة قانونا كما هو ثابت بمحضر الضابطة القضائية، واعترافه أمام هذه النيابة العامة بكونه فعلا قد عرض زوجته للاعتداء بالعنف، ناهيك عن حالة التلبس المتحققة بجميع مواصفاتها القانونية بتواجد المتهم خارج الساعات المسموح بها ودون ما توفره على شهادة التنقل الاستثنائية، مما يجعل من العناصر التكوينية لهذه الفصول قائمة في نازلة الحال.
الشيء الذي يستتبع معه أن نلتمس منكم مراعاة هذه الظرفية العصيبة التي تعيشها بلادنا والتي تفرض من الجميع ضرورة الانضباط والامتثال للتدابير والأوامر الصادرة من لدن السلطات العمومية. سيدي الرئيس، لنا كل اليقين بعدالتكم وإنصافكم وحزمكم في هذه القضية والتي تكتسي طبيعة وصبغة خاصة، مشيرة في ذات الوقت لمذكرات رئاسة النيابة العامة والتي تحث دائما على ضرورة التعامل والتعاطي بحسب مع مثل هذه القضايا وفي هذه الظروف الاستثنائية. سيدي الرئيس، لكل هذه الأسباب نلتمس منكم إدانة المتهم طبقا لفصول المتابعة مع إصدار حكم رادع وعدم تمتيعه بأي ظرف من ظروف التخفيف، ولمجلسكم الموقر الشكر والرأي السديد. أعطيت الكلمة لدفاع المتهم، تفضلوا. سيدي الرئيس، السيد ممثل الحق العام، نتولى الدفاع في هذه القضية عن المتهم مراد الخلدي المتابع من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال من أجل جنحة العنف ضد زوجته حليمة السلواني، وكذا خرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية بالمملكة المغربية. جناب الرئيس، السيد ممثل الحق العام، لا يخفى على مجلسكم الموقر من خلال وثائق الملف التي يتبين منها بأن مؤازري قد أتى أفعال مجرمة بمقتضى القانون، وذلك باعترافه أمام الضابط القضائية وكذلك أمام السيد وكيل الملك، غير أن إنكاره أمام مجلسكم الموقر وإن كان محل مفاجأة لكم ولباقي أطراف الدعوة، فإننا في إطار سياقه الواقعي نعتبره هو الحقيقة بعينها، على اعتبار أن مؤازري قد تعرض مرارا وتكرارا للإهانة والاستفزاز من قبل زوجته، وأن هذه الزوجة المشتكية قد قامت بتمزيق ورقة التنقل الاستثنائية الخاصة بمؤازري، كما أن هذا المتهم كان يعيش حالة نفسية صعبة بفعل هذه الاستفزازات وبفعل توقفه الاضطراري عن العمل. زد على ذلك جناب الرئيس إقلاعه عن التعاطي للمخدرات منذ فترة ليست بالطويلة إرضاء لزوجته وانضباطا للقانون. جناب الرئيس، السيد ممثل الحق العام، نقول بأن مؤازري ربما قد أخطأ في معالجة مشاكله مع زوجته المشتكية، لكن كل ما نسب إليه ما كان في الحقيقة إلا ردة فعل عما تعرض له من استفزاز وإهانة من قبل هذه الزوجة، وأن قول المطالبة بالحق المدني بأن مؤازري كان دائما ما يعرض زوجته للعنف والتعنيف ما هو في الحقيقة إلا حق أريد به باطل، وهو بعيد كل البعد عن السياق الزمكاني ولا التأسيسي للوقائع الواردة في ملف القضية. جناب الرئيس، السيد ممثل الحق العام، لما كنا الآن نترافع أمام مجلسكم الموقر من بعيد فإن هذا يدل على أننا كلنا أمل في عدالتكم، واثقين في نزاهتكم وفي تطبيقكم السليم للقانون. لأجل كل هذه الأسباب نلتمس من مجلسكم الموقر تمتيع مؤازري بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف المنصوص عليها في الفصول 146 147 148 من القانون الجنائي، مع مراعاة واقعة الاستفزاز التي جعل منها الفصل 416 من نفس القانون موجبا لتوافر عذر مخفف للعقوبة عن تلكم المقررة في فصول المتابعة، ولمحكمتكم الموقرة واسع النظر. تقرر ختم المناقشة. بعد أن كان المتهم آخر من تكلم دون إضافة جديد، قررت المحكمة حجز الملف للتأمل. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، رفعت الجلسة للنطق بالحكم لآخر الجلسة. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، نعلن عن افتتاح جلسة المحاكمة الرقمية للنطق بالحكم في ملف عدد 12/2020. المتهم مراد الخلدي. إذا نقربوا شوية المتهم للدعم الرقمية باش يسمع الحكم ديالو. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في الدعوة العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنة حبس نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوة المدنية التابعة بقبولها شكلا وموضوعا الحكم على المتهم مراد الخلدي بأداء لفائدة المطالب بالحق المدني حليمة السلواني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى،
وقد أشعر المتهم بأن له أجر 10 أيام للاستئناف الحكم. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون رفعت الجلسة.